الوزارات اللي ما حضروش واللي ما نسقوش واللي ما تحت مجهر وسائل الاعلام قيادات المعطلين عن العمل في تونس غاضبه عن تعطيل المصادقه على صندوق بطاله للمعطلين، فحتى الوزارات المعنيه بالاشراف على الصندوق رفضت الدعوه. إذا ثلاثة وزراء هذوما اليوم ما نسقوش معانا وما بعثوا حتى حد معناتها باش يحضر اليوم ملتقى تاعو معانا من أجل مصادقة على صندوق البطالة، اللي أصلا باش يحل المشاكل تاع العاطلين، اللي باش يخفف من احتقان الشارع، اليوم وقت هما يبعثوا على حد، إذا غدوا صادقوا على الصندوق، احنا سنتخذ كل التدابير، سنناضل من أجل لا معناتها ما يشرفوش ثلاثة وزراء هذوما على الصندوق هذا. ويذكر أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي رفض دسترة صندوق للعاطلين عن العمل، رغم أن عدد العاطلين تجاوز النصف مليون. اللي دفع أنه ثم المقترح هذا أنه تصير مصادق عليه، بالرغم أنه الدستور ما عبرش عن المعاطلين العمل ولم يدستر حق الشغل كحق طبيعي لكل المواطنين التونسي على حد سواء. ربما تنجم تكون محاولة في الوقت الضايع، ولكن احنا كمنظمه باش نبقوا نناضلوا من اجل فرض الهيكل هذا مهما كانت الظروف. منظمات المعطلين عن العمل تتوحد رغم اختلافاتها، فقد كثرت في البلاد التعيينات الحزبيه في هذه المرحله الانتقاليه. بعد ثلاثة سنوات الحكومات اللي جات حكومات مرسخت كان الولاءات الحزبية، مرسخت كان منطق المحسوبية اللي كنا نعاني منه قبل 14 جانفي، للأسف الشديد تتواصل هذه السياسة، سياسة تسويف، سياسة المماطلة، سياسة تهميش المطالب الحقيقية للثورة. في وقت تحارب فيه السلطات الإرهاب، يلفت بعض الخبراء النظر إلى أن البطالة لدى الشباب طريق معبدة لذاك الإرهاب.